يعني هي مراتي ممكن هي اللي تجيب لها مش انا اللي اجيب لها. انا هدي لمراتي ومراتي تجيب لها، بس انا طبعا ده هديه خاصه عندي. ممكن لو معايا فلوس يعني ممكن اظبط راتبي والفلوس بتاعتي احاول اطلعها اول مره. ربنا يرزقك. لا انا مش عايزه اي حاجه بس يكونوا كويسين. طب ده معنويا وماديا حضرتك نفسك في ايه؟ نفسي هم يبقوا كويسين. لا اكيد حاجه تستاهلها يعني. طب ونفسك تجيب لها ايه؟ انا نفسي اطلعها عمره. انا نفسي ان انا اعمل لها عمره ونفسي احججها ونفسي كل حاجه دي هي يعني كتير. يعني انا ما فيش فكرت في سنه ان انا اجيب لها زوجتي او والدتي الله يرحمها. انا دايما يعني كنت اصب عليها مثلا اجيب لها غدوه كويسه يعني اكله كويسه مزاجها ليا اللي تيجي على مزاجها يعني اللي هي بتحبها ترغب فيها. ده بالنسبه للزوجه ماشي، لكن انا ما عمريش ان انا قرنتها او ان انا جبت لها هديه. ليه؟ ما اعرفش انا يعني شغل كتير وبتاع وشغلاتي في العمل يعني ده يمكن قصرت في حقها. في كل سنه طيب. والله ما بيجيبوا لي حاجه الا بنتي بس هي اللي بتجيبها والثلاث صبيان ما حدش بيجيبهم. هم كبار؟ اه. طب حضرتك نفسك في ايه عامه؟ نفسك في ايه؟ كل واحد نفسه في حاجات كتير. كل واحد نفسه في حاجات كتير. طب اكتر حاجه نفسك يجيبها لك وهتكوني مبسوطه بيها؟ اكتر حاجه نفسك يجيبها لك وهتكوني مبسوطه بيها؟ عشان يمكن مش متعوده ان هم يجيبوا لي مفيش حاجه في بالي. بنتي بتجيب لي عبايه اه تجيب لي حاجه بس مفيش اكتر من كده. هجيب لها الدنيا كلها ان شاء الله. اجيب لها عبايه غاليه ان شاء الله نضيفه ان شاء الله. منور اجيب لها خاتم يعني. والله ماما بتقول لي ان انا نفسي اجيب لها اغلى حاجه في الدنيا بس مش هتكفي عشان ماما دي اللي ربتني من صغري. يعني اغلى حاجه في الدنيا مش هتكفيها اصلا يعني اكيد اغلى حاجه في الدنيا اكيد ما جبتلهاش حاجه اصلا. نفسي لازم اجيب لها حاجه حلوه اي حاجه من اي حاجه اجيبها لماما حلوه بس ماما لا لازم يعني نجيب لها حاجه يعني عشان تفرح ليا وتدعيلي وانا لازم اجيب لها حاجه حلوه عشان تقول لي شكرا اي حاجه. لو جبت لها حاجه وحشه برضه هتقول لي شكرا بس انا عايز ابقى ليها عايز تبسطها عايز تبسطها. لازم اجيب لها حاجه حلوه عشان ولازم ابسطها عشان هي احلى ام في الدنيا ماشي وهي احلى حاجه عندي. اجيب لماما في عيد الام هديه تفرحها عشان هي طبعا امي وربتني وكبرتني. انا بقول لها ان انت احلى ام في الدنيا عشان انت ربيتيني وعلمتيني كويس عشان انها هي تربتني تربيه كويسه وعلمتني وهتخليني احسن بنت في الدنيا. هي اغلى واحده في الدنيا وهي اللي ربتني 9 شهور هي اللي عرفت ان هي تكبرني وتحافظ عليا وتحميني من كل اي حاجه وكبرتني. هجيب لي ماما عبايه. وانت عايزه تجيب ماما ايه؟ لا انا اسمي ماما زي هي اللي كبرتني وخليتني في 9 اشهر. هتجيب لها ايه بقى؟ وهجيب لها هديه جميله قوي وهخليها تستعملها في يعني تعملها في المطبخ. اه انت في المنزل يعني. اه وانت هتجيب لماما ايه؟ الاول بحب اشكرها علشان هي اللي ربتني وعلمتني وكل حاجه. هتجيب لها ايه بقى؟ هجيبنا اللي هي عايزاه حاجه تساعدها في اللي هي بتعمله. وانت هتجيب لماما ايه؟ انا هجيب لها حاجه من الارض المنزليه واقول لها ماما شكرا عشان اللي عملتها عشاني سجلت لها هنا عشان امي ثم امي لحد اخر عمري حب من اول حياتي همي يقدر في الهدف اللي تعبت واللي ربت مش هتحمل اعمل لا تمثال اللي
ترتيب قلبها فوق الخيال أعمل لا تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال حبي حبي أول حياتي اللي كتر في الغدام لو قلت لها الدنيا هو فيها هيبقى عاملها ايه؟